حرارة منذ 40 عاما، والضرر الأكبر للجفاف يظهر في الأهوار التي بدأت بالنضوب. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو حذرت من تأثير التغير المناخي على الأهوار التي كانت في الماضي تشبه الحلم، لكنها اليوم تبدو مثل كابوس. أهوار بلاد ما بين النهرين، مساحات شاسعة موزعة بين الشبايش والحويزة والحمار، وتصنفها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو تراثا عالميا، لكنها اليوم فقدت 70% من مياهها. الفاو اعتمادا على أرقام أوردها تقرير ليو تي في ذكرت أن منسوب المياه في نهر الفرات بلغ 56 سنتيمترا فقط، وفي أهوار الشبايش بلغ من 0 إلى 30 سنتيمتر. وأضافت المنظمة في بيانها أن مستويات الملوحة العالية والتي تجاوزت 6000 جزء في المليون أدت إلى إثارة مخاوف السكان هناك. وتشير آخر التقديرات إلى أن مساحة الأهوار تبلغ اليوم نحو 4000 كيلومتر مربع، بينما كانت 20000 كيلومتر مربع خلال 90ات القرن الماضي. وما تبقى منها اليوم هي مسطحات قليلة من المياه. أما المساحات التي تراجعت فيها المياه فظهرت أرضا جرداء أشبه بجلد غزته التجاعيد. تصنف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تضرراً من بعض تداعيات التغير المناخي، فالأمطار قليلة جداً، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يزداد معدل الحرارة السنوي بدرجتين ونصف درجة مئوية وفق البنك الدولي. وخلال أشهر فقط تحول أكثر من 90% من الأهوار إلى صحراء، ونزحت الغالبية العظمى من سكان المنطقة البالغ عددهم 250,000 نسمة إلى مناطق أخرى في العراق أو حتى خارجها.